مساء الخير على جميع. في فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين، التومي مبسم معاكم احمد التومي. احنا دلوقتي يا جماعه على طريق اسكندريه القاهره الصحراوي اتجاه اسكندريه، جايين من القاهره رايحين اسكندريه، بس احنا بقى مش هنروح اسكندريه، احنا هنخش طريق وادي النطرون العالمين اللي بيطلع على ناحيه مارينا 5 كده، وعلى على الساحل الجنوبي المستجد. تمام، نتفرج عليه سويا كده ونشوفه مع بعض عامل ازاي. نبدا الفيديو اهو زي ما حضراتكم شايفين، احنا لسه واحد عمر كانت على شمالنا من حوالي 15 كيلو بالظبط، يعني واحد عمر كانت على دينا الشمال. اول كوبري على اليمين بعد ما تعدي ماستر واحد عمر، يعني ماستر كان على يميننا من حوالي 20 كيلو بالظبط. تمام، بعد ما تعدي ماستر واحد عمر اول كوبري هيقابلك ايه؟ هيقابلك على اليمين، وهتقابلك بعض اليوفط المحترمه، يعني اهي يوفطه زي اللي جايه دي، اهي كبيره وواضحه اهي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك طريق العالمين الساحل الشمالي قاعده محمد نجيب العسكريه. هو في الاساس الطريق ده اسمه طريق وادي النطرون العالمين، لان الطريق من الناحيه دي يعتبر تابع لمركز ومدينه وادي النطرون، ومن الناحيه الثانيه يعتبر تابع لايه؟ لمدينه العالمين. فعشان كده الطريق بيسموه ايه؟ بيسموه وادي النطرون العالمين. اهو اليافطه اسكندريه 100 كيلو. اول ما تشوف اليافطه بتاعه اسكندريه 100 كيلو، يعني عديت الماستر على يمينك وعديت واحد عمر على شمالك، دول من المعالم ايه؟ من المعالم اللي ظاهره قوي. اول ما تشوف اليافطه اللي مكتوب عليها اسكندريه 100 كيلو خليك ايه؟ خليك في اليمين. هو بيقول لك المتجه للعالمين يلزم الكوبري 500 متر، مخرج 19 طريق العالمين والساحل الشمالي، وانت على الطريق الرئيسي نفسه زي ما انت. مش هنخش خدمات ولا اي حاجه، هم عاملين طلعه الكوبري من على الطريق الرئيسي ذات نفسه. اهو زي ما حضراتكم شايفين، اهو طلعه الكوبري ها على اليمين من على الطريق نفسه، طريق العالمين الساحل الشمالي قاعده محمد نجيب العسكري. طلعنا اهو ايه؟ طالعين الكوبري اهو. الكوبري بياخدك شمال، بيقطع الطريق، بيقطع طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، بحيث بيدخلك في ناحية ايه؟ في ناحية الشمال. هتلاقي دلوقتي بوابات، البوابات دي هتعدي منها بنفس الكارتة اللي انت قطعتها على كارتة القاهرة، مش هتقطع تاني. انت هتقطع تاني بقى في اخر الطريق وانت داخل على مارينا، يعني بعد ما تخلص طريق وادي النطرون العالمين هتقطع كارتة بقى في اخر الطريق. انما في البوابات اللي جاية دي لو انت قاطع على، يعني هفترض ان انت جاي من اسكندرية فقطعت دفعت 10 جنيه مثلا ولا واتيفر حجم العربية اللي انت داخل بيها، دفعت كارتة، هي نفس الكارتة دي تعدي بيها من البوابات اللي جاية. ولو انت جاي من القاهرة، جاي من اكتوبر وبرضه دفعت كارتة، هي الكارتة اللي انت دفعتها دي تعدي بيها من البوابات دي. في اخر الطريق خالص بقى عند، وانت خارج من الطريق عند مارينا 5 كده، هتقطع بقى كارتة تانية اللي هي بتاعت وادي النطرون العالمين. زي ما ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين.
عدينا بايه؟ عدينا بنفس ايه، بنفس الكارته اللي قلت لحضراتكم عليها، اللي هي اللي يعني انا مثلا كنت جاي من القاهره، عدينا بنفس الكارته اللي ايه اللي كنا داخلين بيها قاطعينها من على بوابات الجيزه او بوابات القاهره. طريق وادي النطرون العالمين، نتمنى لكم سفرا امنا ووصولا سالما. دي من عندي. السرعة هنا 100 بقى يا جماعة. طريق طبعا هنبقى نصوره لكم مرة تانية بإذن الله، اللي هو ماسك من صحراوي برضو لحد، أو ماسك يعتبر من كوبري تحيا مصر لحد منطقة الضبعة في الساحل الشمالي. هناك السرعة 120، إنما هنا السرعة 100. السرعة 100 بالنسبة للملاكي. بصوا كان في لدارة، أنا بقالي مدة، أنا طول الصيف ده رايح جاي من على الضبعة، بس للأسف ما لم أتمكن من تصوير. فالصيفية دي يمكن دي تاني مرة أطلع فيها على طريق وادي النطرون العالمين. افتكر ان كان في لدار متحرك بيقف في الزرع ده، شايفين الزرع اللي على شمالنا ده، بيبقى ايه، بيبقى مستخبي في حته من الزرع دي. لسه ما انتهاش برضه، بيفضل مستمر ايه، مستمر على شمالنا، هو هينتهي قدام شويه يعني 2-3 كيلو كده وهيختفي بقى، وايه وتشوف الصحراء الجرداء التي لا زرع بها ولا ماء. شو الدنيا مغيمه بقى شويه يا جماعه، مش مغيمة، الشمس بيقولوا الدنيا مغيمة في اسكندرية. يعني انا هنا على وادي النطرون العلمين الدنيا مشمسة، بس الشمس ضربة في الكاميرا. بس كنت لسه بكلم حد في اسكندرية بيقول لي الدنيا ايه، الدنيا مغيمة. خدمات للنقل التقيل، نفس الديزاين ايه، نفس الديزاين بتاع اسكندريه الصحراوي. يعني بصوا الحته دي كده احيانا بيقعد عندها ايه، هو ده طبعا يوترن ارضي، احيانا ممكن تلاقي قاعد عندها لدار متحرك.
الطريق هنا لسه الكفاءة بتاعته مرفوعة، يمكن السنة اللي فاتت أو متفنش يعني قبل الصيف بحاجة بسيطة جدا. يعني حتى تلاحظوا طريق الخدمات، البلطورات اللي ما بيننا وما بين طريق الخدمات مش محطوطة كلها، حتى ايه أجزاء وأجزاء. بس طبعا ادينا ماشيين هنا، تحس ان انت ايه، ان انت ماشي على اسكندريه، القاهره صحراوي يعني. يعني ما تحسش ان ايه، ان الطريق مختلف، بالذات ان هم عاملين حاره للخدمات زي ما حضراتكم شايفين كده. وادي يوترن علوي اهو. بس طبعا ده كان لازم، المفترض ان انت تخش طريق الخدمات عشان تعرف تركب اليوترن العلوي ده. وعاملين محطة اهي، محطة للاتوبيس تستريح فيها، او محطة للنقل. هي طبعا المحطة دي كانت معمولة قبل ما يتعمل طريق الخدمات، فكانت هي اللي على اليمين، كانت تعتبر بره الطريق. فهم عاملوا طريق الخدمات يعتبر في ظهرها، فبقت الايه، بقت الدكك في النص. الضغط بتاع شهر 7 و8 يعتبر خلاص يعني، مفيش ضغط المصيفين بتوع 7 و8. في لادار جاي اهو على اليمين يا جماعه، زي ما قلنا السرعه 100. الادارة اهو على اليمين، اللي هو اللي بيصور كل شيء. كان يا مكان اهو اللي على اليمين اهو ظاهر. ملف علوي تاني جاي بس للاتجاه الاخر. احنا كنا لسه معديين على ملف علوي بالنسبة لنا احنا، يعني ما نخش طريق الخدمات يرجعنا الناحية التانية. بيقول لك مخرج بعد 1 كيلو اللي هو طريق الشجاعة. ما دخلتوش قبل كده انا طريق الشجاعة ده، وما اعرفش بيودي فين. لو حد عارف يبقى يقول لنا طريق الشجاعة ده بيودي فين. اهو المدخل اللي على اليمين ده، هو ده ايه، هو ده طريق الشجاعة يا جماعة، المدخل بتاعه يعني. وبيقول لك طوالي العلمين مطروح، وهو لسه بيصب بعض البلدورات اهي. يعني بصوا فيها حتت كتير من الطريق لسه البلدورات ما خلصتش، بس هم شغالين اهو. يعني كل اللي جاي ده هيتصب فيه بلدورات، مع ان في بلدورات القديمة هي مصبوبة جوه اهي، كانوا سابوها كده وخلاص، وكانوا سفلتوا الحتة دي وخلاص، مش فارقة قوي يعني. بس
على اساس الطريق ما يبقاش فيها حته واسع قوي فيها ويرجع، هو مش ضيق بس يرجع تتاكل الحته بتاعت الحاره يعني اللي كان ممكن يسافرتوها دي، جاهز بيبصولها من هذا المنطلق. طبعا العربيات النقل اللي محملة دي العربيات دي بتاعت ليبيا، العربيات دي بتبقى جاية من ليبيا، بشوفها جاية من ليبيا في الأغلب فاضية. كان زمان العربيات دي كانت بتبقى جاية محملة بقى المواد الغذائية المستوردة اللي كانت بتبقى جاية من إيطاليا على ليبيا، كانت بتيجي تنزل هنا وتاخد من عندنا بضائع ترجع بيها ليبيا. دلوقتي العربيات دي بتيجي من ليبيا فاضية، لأن أنا شفتها بدل مرة اتنين وتلاتة وعشرة يعني، تمام، وبيحمل بقى بضايع زي ما حضراتكم شايفين كده ويرجع بيها على ليبيا تاني. النمر اللي عليها بيبقى عليها النمر الليبي الاساسي بتاعتهم، ومعلق لهم بس نمر ايه، نمر جمارك، عشان بيبقى داخل ايه عبال ما يخش يحمل ويخرج تاني. ففي الاغلب يا اما بيجي من هنا طريق وادي النطرون العلمين، يا اما من طريق طبعا. يعني انا شفتهم معايا الصيف ده، شفتهم كتير على طريق طبعا نازلين فاضيين على القاهره، كانوا رايحين في اتجاه القاهره، واغلب العجل اللي شفته فاضي، ما شفتش ولا عربيه محمله. بشوفهم محملين في الراجعه بقى زي ما ايه، زي ما احنا شايفينهم مع بعض كده. يعني هي العربية اللي على اليمين دي برضه ليبيا، مديله نمر جمارك اهي، اللي هي النمر الصفرة اللي اولها جيم دي، وعلى ونمر هو الاساسية متعلقة برضه على العربية، النمر الصفرة اللي اولها جيم على ما اظن ده جمرك السلوم. الاول كنا بنقرا النمر على طول، كان بيبقى مكتوب جمرك السلوم، جمرك نويبع، كلام من ده، بس في الاغلب لان هي مطروح كلها جيم، فهتلاقي جيم اللي هي الصفرة دي هو ده جمرك السلوم. وبرضه هيبصوا الدكك اللي جاي على اليمين دي كانت، هو ده كان اقصى الطريق، كان ورا مفيش حاجة، فعمل دلوقتي طريق الخدمات، فبقت ايه، بقت الدكك دي كانت استراحات كده اللي هي بتبقى داخلة لجوه حتة صغيرة لو فاكرينها مع بعض، بالنسبة لإخواتنا مستخدمي الطرق. طبعا لسه بقى اليمين والشمال البلدرات هتتعمل، بس هو الأسفلت يعتبر إيه، متفنش والحارات متقسمة ومتلون، وفي لادار جاي تاني أهو في النص أهو على اليمين برضه، وفي ملف علوي. هو مجرد ما يقفل بالبلدرات دي خلاص، هو بقى زي اسكندريه الصحراوي بالظبط، بنزينه سي بي سي، فيها بنزين وفيها سولار وفيها كافيه وفيها كافيتيريا كمان ممكن تقعد فيها. اهو الادار اللي على اليمين ده، اهو يا جماعه من اللي بيصور كل شنكان. عندنا الدير اللي على اليمين ده، دير القديس العظيم الأنبا موسى القوي، وهو في أتوبيسات واقفة جايين زيارة للدير من الأديرة المشهورة هنا اللي بيجي لها زائرين من مختلف بقاع مصر ومن خارج مصر كمان. وادي عاملين الملف ده على اساس ايه، اللي خارج من الدير طالع على مارينا هيبقى طوالي، اللي راجع تاني على اسكندريه صحراوي يبقى الملف ايه، الملف قريب منه، فياخد الملف ويرجع ايه، ويرجع على الطريق المقابل، يرجع على اسكندريه صحراوي مره تانيه. Thank you.
نكتفي بهذا القدر من الوقت يا جماعة، لان اهو كسرنا العشرين دية عشان الناس ما تملش. بس نكمل شوية لأنه اوريدي هو الطريق مفهوش معالم قوي، فممكن ايه نطول الجزء شوية. بس بياخد معايا وقت بقى كبير في الرفع والتحميل. اللي على يمنا دي جوه دي كسرات اللي هي المحاجر والكسرات والحاجات دي تعمل اسمنت. وادي جايبين المكنه اهي الكبيره، عارفين المكنه اللي بتفرد الطريق اسمنت دي، هو جايبين المكنه دي عشان الطريق الخدمات تعمله اسمنت عشان النقل التقيل. بيبقى الطبق الرئيسية اسمنت وبياخد طبقة اسفلت خفيفة كده مجرب، بس زي وش كده وخلاص. انما الطبقة الرئيسية بتبقى اسمنت عشان النقل التقيل يمشي عليها ما يعرجهاش، لان لو عملوها اسفلت بس بيعرجها فما بيبقاش ليها اي لازمة. وادي هم هنا برضو على اليمين شغالين في البلدرات، هم بيصبوا يعني كله شغال اهو على قدم وساق. تأمين اهو، يعني كان في ملف عرض اهو، موقفين فر شرطة فيه.
ادي في ريست اهو على على الشمال بالنسبه للناس اللي جايه من الناحيه التانية، وفي تامين داخليه في عربيتين نجده هم ايه عربيتين نجده واقفين. نكتفي بهذا القدر من الوقت من الجزء ده، ونشوف حضراتكم في جزء جديد. مع السلامة.